الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يبين لنا القرآن هذا الرسول العظيم الذي أنزل عليه الدين الحق وأيده بنصره حتى استقر هذا الدين في الأرض كلها لا في منطقة واحدة فحسب. يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسل الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالدين الواضح وبالبيان وبدين الإسلام، الاستسلام لله والتخلي عن العبودية لغير الله تبارك وتعالى، ليعلي الله هذا الدين على الأديان كلها. وكفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا أن يشهد أنك نبي. كيف شهد الله أنه نبي؟ قد يظن ظن أنه هو لا يؤمن بالله، فكيف يشهد الله؟ الله تبارك وتعالى أيد هذا النبي بالمعجزات التي تدل على أن الله أرسله، والمعجزات هي التي لا يستطيع أن يقوم بها بشر، إنما هي من رب البشر. وأعظم معجزة أيد الله بها هذا النبي الكريم وشهد على أنه مرسل من عنده هي هذا القرآن الذي تحدى الله فيه تبارك وتعالى البشرية جميعا بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض الظهيرة. وتحداهم أيضا أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وعجزت البشرية. فهذا أعظم شهادة من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه مرسل من عند الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الدين، قد يقول بعض الناس: أنا لا دين لي، أنا علماني، أنا كذا. ما في أحد في الوجود ما له دين، ولكن الفارق بين الناس إما أن يكون يدين بدين الحق وإما أن يكون يدين بدين الباطل. هذا الفارق بين الناس. فمن يزعم أنه لا دين له وأنه متحرر من الأديان ليس متحررا، متحررا من الحق وسائرا في الباطل، يدين بدين الشيطان. فليفهم هذا. لماذا؟ لأن الله أظهر هذا الدين على الدين كله، أي على كل الأديان. وكل إنسان ينظر في البشرية، الآن الإسلام انتشر بسرعة عجيبة لأنه دين كامل ولأنه دين الفطرة، فما ثبت أمامه دين. لم يمضي قرن من الزمان حتى امتد الإسلام شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فكاد أن يعم أنحاء الكرة المبسوطة المعمورة، ولا زال يتقدم هنا وهناك بكيفيات كبيرة أو صغيرة. ما ذلك إلا لأن الله تبارك وتعالى وعد أن يظهر هذا الدين على الأديان كلها، أي يتفوق هذا الدين عليها. والبشرية أيها الإخوة، البشرية اليوم كما قلت مرارا تحتاج لهذا الدين. لا منقذ للبشرية اليوم فيما هي فيه، تعيش في قتل ودمار وسفك دماء، لا ينقذها من هذا إلا أن تعود إلى دين الحق الذي حرم العدوان. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عما يجري في آخر الزمان. يقول عليه الصلاة والسلام: في آخر الزمان يكثر الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل. لا يدري القاتل فيما قتل، ولا يدري المقتول فيما قتل. رجل يمر في الشارع فيضربه قناص فيموت، لماذا؟ ما يدري. هل استحق الموت؟ لا. الذي يقمص الناس ويقتلهم لماذا؟ من أجل عيون فلان من الطواغيت؟ خلي فلان يخلصه من الموت، الموت جاي. نحن اليوم
جئنا من المقبرة إلى هنا دفننا أخا من المسلمين رحمه الله من علماء الحديث، وكلنا على الدرب سائرون، فالذي يستطيع أن ينقذ نفسه من ملك الموت يفعل ما يشاء ويتخذ دينا يريده، ولكن إن كان يعقل ويدرك ويعلم أن هذه الحياة الدنيا ليست هي الهدف، إنما هي ممر يمر بها إلى الآخرة، فسيتذكر محمدا صلى الله عليه وسلم وتعاليم محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الدين الذي حرر البشرية من العبودية لغير الله، وبين لهم أنه أقام مجتمعا إيمانيا، وهذا ما تحدثت عنه الآية، وبلغ وبشر به التوراة والإنجيل، فقال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أي أصحابه الكرام أشداء على الكفار، أي أقوياء شجعان على الكفار الذين رفضوا حكم الله ومنعوا الناس من أن يطيعوا الله فأرهبوهم وأذلوهم، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أشداء على هؤلاء، وأيضا نحن ينبغي أن نكون مثلهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، رحماء بينهم أي متواضعين لبعضهم يحبون بعضهم، تراهم ركعا سجدا رحماء بينهم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أخاه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا من المحبة والتواضع والإخلاص. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فننبه بتعاليم محمد صلى الله عليه وسلم، إن كان أحد يعتقد أنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أن من تعاون مع أعداء الله على الباطل وعلى الإثم وعلى الظلم فهو ليس من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كان يقول لا إله إلا الله، لأنه لا يفهم معناها، لا ينتسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم كان أصحابه ركعا سجدا رحماء فيما بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون طاعة الله ويبتغون أن يكرمهم الله سبحانه وتعالى بالجنة، سيماهم في وجوههم من أثر السجود من علامات الصلاة. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه، زرع أخرج شطأه خرج سوق الساق للزرع، أخرج شطأه أي أخرج سوقه، فآزره خرج منه فروع آزرت هذا الساق، حتى إذا استوى على سوقه كثرت فروعه واشتد ثباتا في الأرض، يعجب الزراع الذين زرعوا الزرع يتأملون فيه خيرا كثيرا ورزقا كثيرا ليغيظ بهم الكفار. هؤلاء الأبطال الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم يخبر عنهم الإنجيل أنه سيغيظ بهم الكفار، طبعا سيغتاظ الكفار من الأنبياء ومن دعاة الأنبياء، الدعاة بعد الأنبياء يغتاظ منهم الكفار، لأن الدعاة يطلبون من الناس أن يطيعوا الله ويتحرروا من العبودية للمخلوق، وهؤلاء الطغاة يريدون أن يذلوا الناس ويعبدوهم، كما قال سيدنا موسى لفرعون: وتلك نعمة علي تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، نحن لسنا عبيد، ما خلقنا الله عبيد لإنسان ولا لأسرة ولا لشخص، إنما نحن عبيد للذي خلقنا والذي سيتوفانا ويأخذ روحنا عند الموت، وعد الله الذين آمنوا منهم مغفرة وأجرا عظيما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يجعلنا نسير على هديهم رضوان الله عليهم، متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.